السلام عليكم ورحمة الله وحيا الله المتابعين. احنا اليوم هنا في الرياض مع شركة الجميح جي اي سي، حفل اطلاق سيارة جي اس 4 بجيلها الجديد موديل 2022، ولأول مرة سيارة جي اي 6 اللي تعتبر سيارة سيدان متوسطة الحجم اللي تدخل في السيارات الصينية لأول مرة في هذه الفئة. تابعونا في التقرير. ضيوفنا الأعزاء، السادة ممثلين وسائل الإعلام الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الأمسية ونبدأ مع جي اي 6. هي الجي اي 6. التدشين الاول اليوم حيكون اللي هي زي ما قلنا لكم السيدان متوسطة الحجم. يتم الان اطلاق الجي اس 4 رسميا بجيلها الجديد 2022. نجي لأول سيارة اللي هي الجي اي 6، زي ما قلنا لكم اللي هي السيدان متوسطة الحجم. هذه اللي حتكون منافسة من فئة الكامري والسوناتا والألتيما والكيا كي 5. زي ما قلنا لكم على مستوى السيارات الصينية الفئة هذه ما عندنا موجودة، تعتبر الجي اي 6 هي أولها. المحرك مبدئيا حيكون عندنا 1500 سي سي، أربع أسطوانات تيربو. حنشوف لكم دحين كم قوتها مع العزم الدوري. هذا نشوفها من الداخلية. زي ما احنا شايفين الشاشة اللي في النص تقريبا 7.8 انش، حيكون في عندنا برضو موجود ازرار البيانو المصممة على نفس المكيف والهذا. هذا طبعا الجير عندنا موجود، طبعا في اللي هو وضعيات القيادة. العدادات عندنا رقمية في المنتصف، وطبعا اللي هي التقليدية في النص في العدادة. مساحة الخلفية زي ما احنا شايفين، زي ما قلنا لكم شايفين انه في اتساع وفي طول لانها فئة الميد سايز سيدان. في الخلف طبعا ما في شيء، يعني ما في الا فتحات تكييف فقط. طبعا يعتمد حسب الفئة كمان المعلن عنها. جاية بتصميم شبه فاست باك من الخلف، وجاية كمان اضاءة متصلة. طبعا المحرك تيربو زي ما قلنا لكم 1500. وهذه الجي اس 4 الجديدة كليا. طبعا لو نلاحظ في التصميم انه من تصميم الجوانب وجايه من تصميم الامامي والخلفي نفس تقريبا الجي اس 4، لكن على اصغر شويه في القياسات والابعاد. حتى نشوف الدي بيلر من الخلف كيف جاي نفس القصه. نرجع من الخلف برضو جايه طبعا باضاءه منفصله. طبعا المحرك برضو تيربو 1500 سي سي. هذه طبعا من الداخلية جاية اللي هي الجلد، وطبعا جاية تصميم أزرار البيانو على المكيف، وكمان عندنا في فتحتين USB. الجير طبعا نفس تصميم الجي اس 4، فيها اوتو هولد. لسه طبعا ما حنعرف برضو، حنشوف المواصفات بعد شوية. هذه برضو من الخلف فيها فتحتين USB، فيها برضو فتحات تكييف. طبعا في معلومه ذكروها لنا الان قبل شويه انه الجي اس 4 الطرازات الاعلى شويه في المواصفات ممكن تتاخر شويه بسبب ازمه نقص الموصلات. طبعا المحرك والاداء في السياره 4 سلندر 1500 سي سي تيربو. نشوف عمليه استهلاك الوقود. هنشوف ان المحرك بيستهلك 16.1 كيلو متر في اللتر الواحد. زي ما قلنا لكم 1500 يعني جاي في الممتاز. نوعية البنزين 91.